يعترف ان امريكا ثابت منطقة الشرق الاوسط كانت مركزة عليها، كانت مركزة على الناحية التانية الصين وخلافه، وقال ان ده كان خطأ كبير ارتكبته امريكا، وسمحت بوجود فراغ في المنطقة وهو استغلته طبعا قوة عظمى كان يقصد الصين وروسيا. ايوه نعم. وسائل الاعلام الامريكية قالت ايه قبل ما الزيارة تبدأ؟ ايوه قالت ان هذه الزيارة هدفها النفط مقابل الامن. ولكن الاميرة ريما بنت بندر اللي هي السفيرة السعودية في امريكا كتبت في نيوز ويك قالت ان ده طبعا ايام ترامب والوقت عدى، ولكن هناك اسلوب جديد هو الشراكة بين السعودية وبين الولايات المتحدة الامريكية. وسائل الاعلام الامريكية كان ردها مهم طبعا لان ده رد على ما قاله بايدن على ما قالت طبعا. والحاجة التانية ان وسائل الاعلام الامريكية صنفت الزيارة بمهمة جدا لحاجتين. الحاجة الاولانية اكتر مرة خد فيها رئيس امريكي مراسلين وسائل الاعلام، كانت المرة دي خد معاه 100 صحفي ومراسل لتغطية هذه الزيارة. أول مرة في زياراته الخارجية في زياراته الخارجية أو أي رئيس ياخد 100، كل مرة بياخد 20-30، المرة دي خد 100. فقالوا فده يقول لك ده انديكيشن إن الزيارة دي مهمة. طبعا الحاجة التانية برضو اللي لاحظوها هي طبعا الـ 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 الأميرة ريما بنت بندر كانت واقفة مستنية الرئيس بايدن في المطار. في الحاجة التانية إن أمريكا قالت إن دي أكتر زيارة تكلفت فيها امريكا من ناحية الامن لتأمين الرئيس خلال زيارته. اكبر زيارة كفاية العربية في تاريخ العربية افندم كفاية العربية كفاية العربية لا والطيارة كمان طيار. فبيقولوا انها اكبر تكلفة امنية في تاريخ امريكا لزيارة رئيس امريكا خارج البلاد. مش عايز اقول لحضرتك ان هم نقلوا معدات واسلحة وصواريخ ورادارات، لانه طبعا رايح فين؟ رايح تل ابيب وتراح رام الله، فكانت وبعدين قوات المارينز وقوات خاصة اقمار صناعية قعدت تشتغل قبلها باسبوع والاطارات الاستطلاع، ولكن فبقالوا انها كانت اكبر نقول ايه تكلفة امنية لهذه الزيارة. وعايز يقول ايه من هذا الكم وهذه التكلفة؟ لا يعني لا هذا الكم من الامن، لا ده يعني رئيس دولة ما بيطلع في حتة لازم يتأمن، وإلا لو حصل حاجة تبقى هيبة الدولة كلها. هيبة الدولة بتدر حاجات رئيس الدولة والسفارة والعلم. اي حاجة من دول يتشرخوا تبقى مش تمام يعني. لا بتكلم على انه امريكا نفسها علقت انه ده طبعا علقت أكبر. طبعا لانها برضو بتديك اهمية الزيارة، مش زيارة طبعا. يوم وخلاص في منطقة هادية، لا ده رايح منطقة ساخنة من احد مناطق التوتر الساخنة في العالم. صحيح. طيب الحاجة التانية ان جو بايدن قبل ما يطلع راح مطلع تصريح قال ان انا صهيوني، وده اسعد اسرائيل تماما. ليه؟ الحرب لما راح المرة اللي فاتت كان معاه جوز بنته وصهره وهو يهودي، فالمرة دي زود العيار شوية وراحوا عند حائط المبكى وتصوروا ودي فاكرة الكلام ده كله. اي طيب نيجي بقى المحطة الاولى، نزل طبعا جو بايدن على اسرائيل.